الحصة الأولى إلى الاستقلال كانت المسيرة. يحيى فلسطين عاصمة أبدية واحدة لفلسطين. وقبلة الأحرار علم أن للتحرير باب واحد ولل... هكذا إيماننا دوما فلسطين عقيدة. هي المساكن يا زهرة المدائن.
لحد النار. في فلسطين على إثر الأوضاع الكارثية والمأساوية التي يعيشها الشعب الشقيق الفلسطيني.
في غزة والضفة العربية جرى العدوان الصهيوني الغاشم الذي شنه في حق الأبرياء الهزل من المدنيين. وفي ظل هذا الصمت الرهيب الذين يدافعون عن مصرى حبيبكم عليه الصلاة والسلام، أولئك الذين يدافعون عن شرف هذه الأمة، رأينا يا أيها الإخوة كيف يدنس مصرى رسولنا صلى الله عليه وسلم. تظاهرات كثيرة وضخمة عرفت حضور وخروج المئات الآلاف من الجزائريين، ليس هنا فقط في الجزائر العاصمة وإنما في مختلف ولايات الوطن، نصرة للقضية الفلسطينية. الشعب الجزائري يؤكد مرة أخرى أنه الداعم الأول للشعب الفلسطيني في حربه ضد المستعمر الغاشم الكيان الصهيوني الذي يواصل تقتيل الأبرياء من الأطفال الشيوخ والنساء في غاراته التي تستهدف المناطق السكنية في غزة، راح ضحيتها أكثر من 3500 شهيد نحتسبهم عند الله إن شاء الله من الشهداء. الجزائر تؤكد أنها الداعم الأول للقضية الفلسطينية ظالمة أو مظلومة.